بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع المحاضرة السادسة في كورس الأوردينري ديفرينشال إيكويشن، والمحاضرة بعنوان ميثود أوف سوليوشن فور فيرست أوردر أوردينري ديفرينشال إيكويشن، والمعادلات اللي عندنا من نوعية إيكويشن ريديوسابل تو سيبارابل فورم. ومعنى الكلام ده إن المعادلة التفاضلية ما ينفعش أطبق عليها فصل المتغيرات مباشرة، لازم أعمل تحويلة معينة علشان اقدر اطبق عليها فصل المتغيره. في البدايه لازم اعرف يعني ايه داله متجانسه او هوموجينيوس فانكشن. الداله بسميها متجانسه من الرتبه n اذا تحققت الشرط الثاني، ان انا هشيل الاكس واعوض عنها بتي اكس، وهشيل الواي واعوض عنها بتي واي، تطلع لي الداله بتساوي تي اس ان اف اكس وواي، بحيث ان الان هتخرج بره الداله. اذا تحقق الشرط ده فبقول على الداله ان هي متجانسه من الرتبه n، والان ده لازم يكون عدد حقيقي، والتي اكبر من الصفر لكل اكس وواي لا تساوي صفر وصفر، بمعنى النقطة ما تكونش صفر وصفر. مثال: بين ما اذا كانت الدوال الاتية متجانسة ام لا. عندنا اربع دوال عايزين نعرف هل هي متجانسة ام لا، فكل اللي انا هعمله في الدالة الاولى هشيل كل اكس وعوض عنها باكس تي، وهشيل كل واي وعوض عنها بواي تي، وبعد ذلك لما عوض هاخد التي عامل مشترك، تطلع لي الداله زي ما هي بتساوي تي اس 2 اف اكس وواي. اذا الفرق ما بين الداله الاصليه والداله بعد ما عوض عن الاكس والواي بدلاله الاكس والتي طلعت تي اس 2 اف اكس وتي، اذا الداله دي متجانسه من الرتبه الثانيه. الداله الثانيه اللي هي عباره عن لين واي ناقص لين اكس، اكتبها بالطريقة دي لين واي على اكس عشان استخدم خواص اللوغاريتمات، واشيل الواي واحط بدلها تي واي، واشيل الاكس واحط بدلها تي اكس. طبعا هنا الاكس هتختصر مع الاكس ويطلع لي نفس الدالة اللي انا بدأت بيها، وفي الحالة دي هتبقى تي اس صفر اف اكس وواي، ودي هسميها متجانسة من الرتبة الصفرية. الدالة الثالثة هشيل كل اكس وكل واي وعوض عنها بي تي اكس وتي واي، هتطلع لي ايضا تي اس صفر اف اوف اكس وواي، وبالتالي دي ايضا هسميها داله متجانسه من الرتبه الصفريه. المثال الرابع: اكس تربيع زائد واي تربيع ساين اكس على واي، هشيل كل اكس واحط بدلها اكس تي، وكل واي واحط بدلها واي تي، لكن عندي مشكله هنا في الساين اكس على واي، التي هتختصر مع التي وبالتالي هتطلع ساين اكس على الواي. هلاحظ هنا ان في تي تربيع في الحد الاول وتي تربيع في الحد الثاني، انما الحد ده ما فيش تي تربيع، وبالتالي ما اقدرش اخد التي عامل مشترك عشان تطلع تي اس 2 في الاف اوف اكس وواي، وبالتالي الداله دي لا تساوي الداله الاصليه، وبالتالي هقول على الداله المعطاه في المثال رقم 4 دي ان هي غير متجانسه. طيب المعادلات التفاضلية المتجانسة اللي بسميها homogeneous ordinary differential equation بناء على التعريف اللي انا لسه معرفه للدوال المتجانسة، اذا كانت الدالة على الصورة m dx زائد ال n dy، وال m دالة في الاكس والواي وال n دالة في الاكس والواي، اذا كانت ال m متجانسة وال n متجانسة، اذا بقول على المعادلة التفاضلية دهيت ان هي متجانسة من الرتبة مثلا n، والn ده عدد حقيقي ومن نفس رتبة تجانس الm والn. طبعا التجانس هنا يختلف عن تعريف التجانس اللي احنا ذكرناه في المحاضرات السابقة، من ان الحد الايمن للمعادلة التفاضلية بيساوي صفر فبسمي دي معادلة تفاضلية متجانسة. هنا تعريف التجانس مختلف. عشان اتعامل مع المعادلة التفاضلية اللي بالشكل ده لازم اروح اعوض عن الواي داش بتساوي دي واي باي دي اكس بتساوي اف اوف اكس وواي. هستخدم التعويض ده عشان احولها الى معادلة تفاضلية اقدر استخدم عليها فصل المتغيرات. هعوض عن الواي بتساوي اكس في في، هفاضل الطرفين بالنسبة الى الاكس، يبقى الواي هتتفاضل واي داش اللي هي دي واي باي دي اكس، وده تفاضل حاصل ضرب دالتين. لما فاضل بالنسبة للإكس يديني V، ولما فاضل الـ V بالنسبة للإكس يديني X في دي V باي دي X. هعوض من المعادلة 3 في المعادلة رقم 1، هحصل على معادلة تفاضلية فيها 2 متغير X و V، هقدر أحلها
بفصل المتغيرات واستخدم التعويض العكسي اللي هو ال V بيساوي Y على ال X عشان ألغي ال V ورجع العلاقة ما بين ال X وما بين ال Y مرة تانية. ده التعويض العكسي للعلاقة رقم 2. هنحصل على الحل بتاع المعادلة التفاضلية رقم 1. تعال نشوف مثال. عايز احل المعادلة التفاضلية y داش بتساوي x زائد y على x. سؤال هطرحه وهيطرحه اي حد دارس للمعادلات التفاضلية، ليه مفصلش المتغيرات مباشرة؟ لانك لو فصلت المتغيرات هتقول ان dy by dx بتساوي 1 زائد y على x. هعمل عملية توزيع للبص للمقام على البص، ده على ده يدي 1 واي على اكس تدي 1 واي على الاكس دي اكس. لما افصل المتغيرات هتدي دي واي بتساوي 1 زائد واي على اكس في دي اكس. هتلاحظ ان الواي دي عامله لي مشكله، لان انا لو ضربت دي اكس جوه مش هقدر افصل المتغيرات وهتديني ما اقدرش افك الارتباط اللي موجود ما بين الاكس وما بين الواي، فدي في حد ذاته مشكله. عشان نتخلص من المشكله فك الارتباط هروح اشوف الداله دي متجانسه ولا لا، هعوض عن كل اكس وواي ب تي اكس وتي واي تطلع لي الداله متجانسه، اوكي مفيش مشكله. ابدا شرط التجانس متحقق، ابدأ اعوض عن الواي بيساوي اكس في في واستخدم التعويض. تفاضل الواي هو دي واي باي دي اكس، وتفاضل الطرف الايمن هو تفاضل لحاصل ضرب الدالتين. الحد ده هينزل زي ما هو، الحد ده اللي هو دي واي باي دي اكس اروح اجيبه من المعادلة التفاضلية المعضاة في بداية المسألة. انا هستبدل بدأ بي اكس زائد الواي على الاكس. عيد ترتيب الحدود دهيت بحيث ان انا هوزع ده هيدي 1 وده هيدي v، يبقى 1 زائد الv، الv هتختصر مع الv يطلع لي x dv على dx اللي هو الحد ده بيساوي 1. اعمل فصل للمتغيرات، يبقى dx هتضربها هنا وتقسم على الx، والdv هتساوي الناحية التانية انقلها بإشارة مخالفة تطلع بتساوي dx على الx ناقص dv بيساوي 0. ابدأ اعمل عملية التكامل، يبقى ال V بتساوي لين X زائد لين C، وهيفضل ان انا اضيف الثابت ب لين C عشان اقدر اجمعه مع اللين باستخدام خواص اللوغاريتمات. تطلع لي ال V بتساوي لين C في ال X. عايز الغي ال V واجيب بدلها Y، راح استخدم التعويض العكسي لده اللي هو ال V بتساوي Y على ال X، يبقى v بتساوي y على x. لما اعوض بيها هنا تطلع لي ال y بتساوي x لين x ده c، وتطلع ال y ده حل المعادلة التفاضلية المعطاة في بداية المسألة. مثال 2، y داش بتساوي 2 x y على x تربيع ناقص ال y تربيع. نفس الفكرة، الدالة ديت متجانسة، لما اشيل ال x وعوض بدل تي x واشيل ال y وعوض بتي y تطلع متجانسة، لكن مش هقدر افك الارتباط ما بين ال x وال y، وبالتالي مش هقدر اعمل فصل متغيرات مباشرة، فلذلك هروح اعوض بالتعويض ال y بتساوي x في v وفاضل الطرفين واشيل الحد ده هيفضل زي ما هو، واشيل ال dy by dx واجيبها من هنا. هنا هيظهر لي y وهنا هيظهر لي y تربيع، لازم اشيلهم وعوض عنهم ب x v عشان اخفي ال y كلية من المعادلة التفاضلية، يبقى عندي فقط v و x في المعادلة. هعيد ترتيب الحدود دهيت، تطلع لي x dv على dx بتساوي 2 v على 1 ناقص ال v تربيع ناقص ال v. لما تجمع الحدود دهيت تطلع بالشكل ده واختصر، وهضرب في دي اكس هنا واقسم على الاكس واقلب ده الناحيه الثانيه باشاره مخالفه تطلع لي بالشكل ده. دي المعادله التفاضليه اصبحت معادله تفاضليه متجانسه في المتغير اكس وفي المتغير في. هكامل الحدين مع بعض،
لكن قبل ما هكامل هستخدم القصور الجزئية للمقدار ده عشان ابسط عملية التكامل، وابدأ اعوض بيه في المعادلة التفاضلية واعمل عملية التكامل. هنا هيطلع لي لين اكس، وهنا هيطلع لي لين في، وهنا هيطلع لي لين في تربيع زائد الواحد، ويفضل ان انا في الحالة ده هي اضيف الثابت بلين سي. وبالتالي الاكس في تربيع زائد الواحد بتساوي سي في في، ان هاخد ده مع ده واخد الاتنين دول مع بعض. عايز الغي الفي من المعادلة التفاضلية وارجع الواي، هستخدم التعويض العكسي للفي بتساوي واي على اكس هنا عشان الغي الفي، تطلع لي اكس تربيع زائد واي تربيع بتساوي سي واي، وده اذا كان حل لي المعادلة التفاضلية. طيب اذا كانت المعادلة التفاضلية على الصورة دي واي باي دي اكس هتساوي اي اكس زائد بي واي زائد ثابت، ثابت ده على بي اكس زائد كيو واي زائد ثابت، السي والار ثابت، فلما اعوض بالاكس بتي اكس والواي بتي واي هيظهر عندي مشكلة اني مش هقدر احصل على تي في الحد الثابت اللي في البسط والحد الثابت اللي في المقام، وبالتالي دي بسميها معادلة تفاضلية نير هوموجينيس، واقدر احولها الى معادلة تفاضلية هوموجينيس عشان اقدر استخدم التحويلة اللي بافصل بيها المتغيرات. هعوض بي اكس بتساوي اكس كابتل بتساوي اكس ناقص الاكس نوت، والواي كابتل بتساوي واي ناقص الواي نوت، والاكس نوت والواي نوت هي اصفار البسط واصفار المقام، وبالتالي اقدر احول المعادله التفاضليه اللي هي نير هوموجينيوس الى معادله تفاضليه هوموجينيوس واطبق عليها التحويل مباشره. مثال، عايز حلل المعادله التفاضليه واي داش واي زائد واحد على اكس زائد 2 واي، والواي عند الاتنين اكس بتساوي 2 بتساوي 0، ودي بسميها initial value problem، وده عشان يعين قيمة الثابت. فالاول لما عوض عن الواي بتي واي والاكس بتي اكس هيطلع عندي مشكلة في الحد ده ما فيهوش تي، فما اقدرش اخد التي عامل مشترك، اذا ديت معادلة تفاضلية بسميها نير هوموجينيوس. عشان احولها الى هوموجينيوس هروح اجيب اصفار البسط واصفار المقام، واي زائد واحد بتساوي صفر، يعني هساوي البسط بصفر، تطلع لي الواي بتساوي ناقص واحد، وهساوي المقام بصفر، يبقى اكس زائد 2 واي بتساوي صفر، وعوض عن الواي ب ناقص واحد، تطلع اكس ناقص 2 بتساوي صفر، وبالتالي الاكس بتساوي 2. هعوض عن واي زائد واحد بتساوي واي كابيتال، وهعوض عن اكس ناقص 2 بتساوي اكس كابيتال في المعادلة التفاضلية، تصبح المعادلة التفاضلية دي واي باي دي اكس بتساوي واي كابيتال على اكس زائد 2 واي كابيتال، والشرط الحدي او الشرط الابتدائي واي اوف 2 بتساوي 1. نروح نحل المعادلة التفاضلية دهيت بالتعويض، واي كابيتال بتساوي اكس في الفي، ولما فاضل الطرفين زي ما اتعودت في الامثلة السابقة هستبدل ده من العلاقة ده هي، وده هيجي من التفاضل. عندي واي كابيتال واي سمول موجودة في الطرف الايمن، فلازم استبدلهم من العلاقة ده عشان يبقى عندي الدالة في الاكس كابيتال والفي فقط، وبالتالي اقدر اكتبها بالشكل ده. هوحد المقامات للحدين ده همت و تطلع بالشكل ده، انقل ده الناحية التانية باشارة مخالفة وكامل او اسيبه كده، يطلع لي التكامل هنا لين في، ده هيطلع لين اكس، وهضيف ثابت التكامل ناقص لين سي، وهنا لما كامل ده اضيف واحد على الاس واقسم على الاس الجديد هيديني ناقص نص في ناقص واحد، وده لما كامله هيديني لين في. حاول نجمع الحدود ديت باستخدام خواص اللوغاريتمات، يطلع لي ناقص نص في ناقص واحد ناقص لين اكس ناقص لين سي ناقص لين في، كل ده اخد اشارة ناقص عامل المشترك وتضيع مع الناقص اللي موجودة في الطرف الايمن الايسر، واضرب في اتنين تطلع لي الفي ناقص واحد بتساوي اتنين لين سي في اكس، اقلب الفي تبقى في بتساوي واحد على اتنين لين سي في اكس. في المعادلة الأخيرة دهيت عايز أتخلص من الفي وعوض عنها ب
الواي والاكس. من العلاقة دهيت هجيب الفي بتساوي واي على اكس، وتصبح الواي بتساوي اكس على 2 لين سي في، او ان الاكس بتساوي 2 واي لين سي واي. هستخدم الشرط الحدي اللي هو، او هعمل التحويل العكسي، الاكس كابتل والواي كابتل اللي انا عوضت بيهم ارجعهم لاصلهم، تطلع للاكس بتساوي 2 واي لين سي واي، يبقى الاكس هشيلها واحط بدلها اكس ناقص 2، والواي كابتل هشيلها واحط بدلها واي زائد 1، وهنا واي زائد 1، وانقل الاثنين دي الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، اعوض بالشرط ان الواي عند الاكس بتساوي 2 بيساوي 0. لما اعوض هنا الاكس ديت هتساوي 2، والاثنين ديت هتنزل زي ما هي، وهنا الواي بتساوي 0، يبقى ده هيروح بصفر، يفضل لي 2 اهي، وهنا الواي هتروح بصفر، يفضل لي لين السي. هختصر الاثنين ديت مع الاثنين دي، يطلع لي لين سي بيساوي 0، اذا السي بيساوي 1، وبالتالي المعادله التفاضليه حلها يطلع اكس بتساوي 2 زائد 2 في واي زائد الواحد لين واي زائد الواحد. ديت حل المعادله التفاضليه، الاكس بدلاله الواي، ونقدر نجيب الواي بدلاله بالتعويض عن الواي بتساوي واي زائد 1، والاكس كابيتال بتساوي اكس ناقص 2، في الداله اكس بتساوي 2 واي في لين واي سي. لما اعوض هيطلع لي اكس زائد 2 او اكس ناقص 2، هنقلها الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، والواي الكابيتال هشيلها واحط بدلها واي زائد 1، والواي كابيتال اللي هنا هشيلها واحط بدلها واي زائد 1، وعوض بالشرط الواي عند الاكس بتساوي 2 بيساوي 0، يبقى الاكس هتساوي 2 تديني الحد ده، والاثنين دي هتنزل زي ما هي، والواي هنا بصفر، والواي هنا بصفر، يطلع لي 2 لين سي. الاثنين دي هتروح مع الاثنين دي، يطلع لي لين سي بتساوي 0، لين سي بتساوي 0 يؤدي الى ان السي بتساوي 1. اذا الاكس بتساوي، اللي هي اكس سمول، بتساوي 2 في 2 واي زائد 1 في لين واي زائد الواحد. انا هنا جبت الداله اكس كداله في الواي، انا عايز العكس، عايز الواي داله في الاكس عشان اقدر احقق المعادله التفاضليه اللي انا بحلها. هعوض عن نفس التعويض، الواي كابيتال والاكس كابيتال في الصوره اللي هي واي بدلاله الاكس، تطلع لي الواي ديت اكس واي زائد 1، والاكس كابيتال هتبقى اكس ناقص 2، والواي كابيتال هنا هتبقى واي زائد 1، والسي طبعا هتطلع بواحد، يطلع ده الحل، واي بتساوي اكس ناقص 2 على 2 في لين واي زائد 1 ناقص 1. ده تدريب منزلي اوجد حل المعادلات التفاضليه الاتيه، دول امثله على النير هوموجينيوس اوردينري ديفرنشال ايكويشن. لازم الاول اتاكد ان المساله، ان المعادله التفاضليه هوموجينيوس، وبعد كده احصل على بالتعويض احول المساله الى هوموجينيوس وابدا احلها. شكرا جزيلا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.